إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. مش ممكن، مش ممكن. أنا نتعجب، مال من الرقص، من كشف اللحم، وبعدين نيجي في رمضان نعمل مائدة. والله إن تاب صاحب هذا المال فأرجو الله أن يقبل توبته، لكن مش كده خالص. وبعد رمضان نطلع في حفلة أخرى عارية. الموضوع سمعت بأذني، مذيعة مع راقصة، لقاء من اللقاءات اللي بينفخ فيها على أنها اللقاءات الفكرية والأدبية والمهلبية، والمذيعة بتقول للراقصة يا مدام فلانة، مع إنك اعتزلت الرقص، خلي بالك من الكلام التخين ده، مع إنك اعتزلت الرقص لكن ما زلت متربعة على عرش قلوب الجماهير. يا خبر اسود، حاجة تخوف، كلام تخين قوي. ومفضلوا ينفخوا في الناس دي وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف، يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. ينفخوا فيهم ليه؟ للي أعناق الناس إليهم لي. يفضل ينفخ ينفخ، ساعة ما يظهر بقى واحد من دول ولا أحد من دول تلاقي الناس قاعدة سبحان الله. فالشاهد بقى الراقصة بترد على المذيعة، بترد الجواب، تقول لها السر. أقول لك السر والله في الحقيقة، بتقول لها والله في الحقيقة إن ربنا بيحب الإخلاص في العمل وأنا أخلصت في عمل. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك.